عرف به بهذا الترمومتر الدقيق على ما بين يديك من النعم، هل هي نعمة أم هي فتنة؟ المال الذي من الله به عليك، هل هو نعمة أم هو فتنة؟ الأولاد، هل هم نعمة أم فتنة؟ الكرسي والمنصب الذي أنت فيه، مركزك الاجتماعي، هل هو نعمة أم هو فتنة؟ كيف بالله عليك دلني وبسرعة، كيف أستطيع أن أفرق؟ خذ هذا الجواب وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه، فما أغلاه، يكتب هذا الكلام بماء العيون. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان المال مثلا بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة، إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يكثر مالك ويزيد مالك، الله عز وجل يزيد لك مالك، فاعلم اعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة. كل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة. كلام دقيق، قس على ذلك. المنصب يقربني إلى الله، أوظف هذه المكانة لله سبحانه، لدين الله جل وعلا، لخدمة المسلمين، أم أوظف هذا الكرسي والمنصب لظلم الفقراء ولظلم الضعفاء وللحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة؟ إن قربك من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها فتنة، وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة لكنها الفتنة الحقيقية. تدبر قول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شهوات كثيرة جدا، لكن أنا أقول مهما كانت الشهوة إن تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب عليه، وإن وقع في الزنا، وإن وقع في عمل قوم لوط، وإن شرب الخمر، وإن سرق، وإن مهما كانت الكبيرة هذه شهوة، إن تاب إلى الله فأقلع عن الذنب وندم على فعل الذنب وعمل صالحا تاب الله عليه مهما كان خطر الذنب. فأهل السنة ليكفرون بالكبائر بفضل الله جل وعلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما كان خطر الشهوة إن تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. لكن فتنة الشبهة أخطر، لكن فتنة الشبهة أخطر. ليه؟ لأن القلب إن تشرب الشبهة تصبح عقيدة عند صاحبها ربما يقتل من أجلها، وربما يقتل من أجلها، لأنه يتصور أنه على عقيدة وأنه ينصر بذلك الدين مع أنه في شبهة خطيرة. فالشبهة خطيرة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. شبهات خطيرة أفرزت فرق الضلال. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. شبهة خطيرة بسبب سوء الفهم عن الله وعن رسول الله.
صلى الله عليه وآله وسلم، قد يقتل الإنسان من أجلها وقد يقتل هو من أجلها، وهي في الحقيقة شبهة. هل تعلم أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وهو من هو، وهو من هو الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، كفروا عليا رضي الله عنه بسبب شبهة، بسبب شبهة. ولا يتسع الوقت لذكرها الآن، وإن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن إمام المتقين علي رضي الله عنه سأفصل هذا بإذن الله جل وعلا. لكنني أود أن أختم حلقة الليلة أيها الأفاضل بوضع بعض النقاط العملية كدواء لهذا الداء الخطير، لا سيما وقد انتشرت الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان. الخطة العملية الأولى على الطريق، أصدق في طلب العون من الله. أخي والله لا نجاة لي ولا نجاة لك إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا تغتر لا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بأي شيء، إلجأ إلى الله جل وعلا، إذ لا منجى ولا ملجأ، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على ترك معصية أو على هروب ونجاح من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: سأل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته وقال: يا بني، أو في حلقته: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أفعل مثل ما فعلت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وإن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن. طيب الخطوة الثانية، خلاص تصدق بقى: يا رب أنا ضعيف، أنا فقير، أنا حقير، أنا عاجز، لا أملك من الأمر شيئا، نجني واعصمني من الفتن. جميل. الخطوة الثانية بعد ما لجأت إلى الله، العبادة، العبادة، الصلوات في أوقاتها، قراءة القرآن، المحافظة على الأذكار، الاستغفار، التذلل، الدعاء، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، العبادة، العبادة، العبادة. اسمع النبي يقول ايه: يا الله، والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، قال النبي المختار: العبادة في الهرج. الهرج ايه؟ الهرج ده الفتن، الهرج يعني الفتن. العبادة في الهرج كهجرة الي، من عبد الله في زمن الفتن هذا أجره كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. حافظ على العبادة. ثلاثة، ابحث عن مجلس علم، لا تضيع مجالس العلم لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله وعلى الدين وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى السنة وعلى البدعة، تعرف. أربعة، الصحبة الطيبة، لا تترك الأخيار، فهم يذكرونك بالعزيز الغفار ويحذرونك من النار ويبعدونك عن الشر والأشرار. احفظ صحبة هؤلاء، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأختم بها، ويا لها من خاتمة: لا تغفل عن الذكر، لأن الذكر حياة للقلب. قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.